لماذا لا يستطيع البغل الإنجاب؟ وما هو هذا الحيوان؟ هل هو أسد أم نمر أم ليس أيا منهما؟ أولا، من المعروف أن البغل هو حيوان هجين ينتج عن تزاوج ذكر الحمار وأنثى الحصان، وذلك عكس النغل الذي ينتج عن تزاوج أنثى الحمار وذكر الحصان. وهنا يكمن المشكل، لأنه من شروط التزاوج عند الكائنات الحية أن يكون الأبوان من نفس النوع، وإلا سيتدخل ما يسمى بحواجز التكاثر، وهي مجموعة من الآليات السلوكية والفيزيولوجية التي تمنع الأفراد المنتمين لأنواع مختلفة من الإنجاب. وحتى إذا وقع الإنجاب فسيكون النسل عقيما مثل حالة البغل. نأتي الآن لتفسير هذا العقم. إذا أخذنا الإنسان كمثال، فالإنسان حيوان يتوالد جنسيا، بمعنى أنه يحتاج لذكر وأنثى. كل منهما لديه 46 صبغيا داخل خلاياه، وعندما يقوم بالتزاوج يعطي نصف هذا العدد فقط، أي 23 صبغيا من الأب و23 صبغيا آخر من الأم عبر عملية الانقسام الاختزالي. وبالتالي فالابن سيكون لديه مجموعهما وهو 46 صبغيا ليشبه بذلك أبواه. في حالة البغل فأنثى الحصان لديها 64 صبغيا، بينما الذكر لديه 62 فقط، مما يعني أن الأم ستعطي 32 صبغيا والأب سيعطي 31 صبغيا، مما يعني أن البغل سيكون لديه 63 صبغيا وهو مجموعهما، وهو عدد فرضي. لن يكون من الممكن إذن أن تنقسم الصبغيات على 2 أثناء عملية الانقسام الاختزالي عند البغل، وذلك ما يفسر عقمه. هنالك العديد من الكائنات الحية الأخرى التي تنتج عن التهجين، سواء نباتية كانت أو حيوانية. مثلا تزاوج الأسد مع أنثى الببر أو النمر يعطينا الأسدبر، وتزاوج اللبؤة مع ذكر النمر أو الببر يعطينا الببرسد، هذا حيوان الزرحصان أو الزونكي، وهو هجين الحمار الوحشي والحصان. بينما هذا حوت الولفين يأتي من نسل أنثى الدلفين وذكر الحوت القاتل.